في أحد مناطق حمص القديمة تمركز قناص إرهابي ليستهدف بنيرانه المارة على شارع الزهراء الرئيسي موقعا الأطفال والنساء ضحايا نيرانه. أهلنا في الحي لم يعدموا الوسيلة للتحرك وتفادي النيران، نيران الغدر. نحن لا نقف اليوم في إحدى مناطق التوتر في حمص، ولسنا على خطوط القتال الأولى، ولكن هناك أمر ما يجعل وجود هذه الجدران والحواجز حاجة ملحة. الشارع الرئيسي في حي الزهراء، وهو أحد الشوارع الحيوية اقتصاديا واجتماعيا، كما أنه يعتبر نقطة عبور بين شوارع الحي وممرا لخط السيرفيس الرئيسي. هذه الساحة هي ساحة الزهراء، في منتصفها يقع هذا الجدار حيث لا وجود لأي حركة على يمينه بسبب مواجهته للجهة التي يتم القنص منها، بينما الطرف الآخر هو الأكثر أمانا. خط رئيسي قطعوا الطريق، قناصات بشكل مستمر، يعني عملنا سواتر أكثر من ساتر، يعني كل شارع وحطينا له سواتر، وكل هذا وهذا وما استفدنا شيء. يوميا يعني بيرتاح له ساعة زمان وبيرجع وكأنه عم يناوب مناوبات. هون اكثر يعني شيء اكثر من 20 شهيد اللي راحوا هون، منهم اطفال ومن النساء، يعني ربطة الخبز ما عاد تحسن تقطع المره تجيبها من محل السماني. في احد هذه الابنيه في منطقه حمص القديمه يتمركز قناص يستهدف شارع الزهراء الرئيسي، مما اضطر اهالي الشارع لبناء هذه الحواجز والجدران كي يعبروا بامان سواء كانوا مشاة أو بسياراتهم. الشارع هون عم بيعاني كتير من القناصة. هون اضطرت أهل الشارع يبنوا جدران، ومع ذلك ضلينا نعاني من القناص، يعني عم بيصيب إصابات متعددة بالحارة. هنا أحد الجدران التي بناها أهل شارع الزهراء الرئيسي ليحموا أنفسهم أثناء مرورهم من رصاص القناص، وكما نلاحظ على هذا الجدار عدة ثقوب أحدثتها رصاصات القناص في الجدار. إضافة إلى أهمية شارع الزهراء الرئيسي الاقتصادية، في هذا الشارع تتوضع ثلاثة مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، ومع بدء العام الدراسي يرى الطلاب معاناة كبيرة عند مرورهم من الشارع الرئيسي بسبب وجود القناص، لكنهم يرون في هذه الجدران والمساتر حماية مؤقتة لهم. تجمع المدارس هون كلياتهم عم بيعاني، في عندنا من كل الأعمار ابتدائي إعدادي ثانوي عم بيعاني كلياتهم من تقطيع الشارع هون. دائما القناص بتوقيت الطلاب وقت اللي عم يجوا الصبح ووقت اللي عم بيحلوا عم بيكون بشكل كثيف، غير انه بيكون متقطع بالنسبه لبقى لعامه الناس. بقتن عده حالات صار عندنا هون تقنيص بالنسبه لطلاب ثانوي ابتدائي والاعدادي، حتى في كثير اهالي اضطروا ينقلوا اولادهم سواء لغير محافظه او لغير حي بس مشان التقطيع. بصراحه كثير عم نعاني بالقطعه، وخاصه وقت من قطع من هذاك الشارع لهون، يعني من قطع الشارع الرئيسي كثير عم نعاني. حتى هون بالصفوف عم تفوت طلقات على الصفوف من الشبابيك عم ترعب الطلاب كلها، واحيانا كمان بنكون بالباحه ما بنشوف غير بلش القناص وصارت الطلقات بالباحه. يعني نحن لما بنجي على المدرسه او لما بنرجع يعني بنلف 100 لفه لحتى نرجع على بيتنا، يعني بحياتي ما رجعنا بكير دائما. من زمان كنا الطريق 5 دقائق ضل على ربع ساعه. منذ ما يقارب 9 أشهر وأهالي شارع الزهراء الرئيسي يعيشون تحت رحمة القناص، يحمون أنفسهم بحلول صنعوها بأيديهم كالجدران والمساتر بانتظار الحل الذي سيأتي من الجهات المختصة. لأخبار تلفزيون الدنيا، أحمد العاقل، حمص.